السلام عليكم، معاكم عمرو مرسي وفيديو جديد من انا والعصابه. النهارده انا جايب كلابي البيتبول وكلابي الراد وهعمل ما بينهم مقارنه، وكلكم او ناس كتيره منكم طلبت مقارنات بين البيتبول والراد، لكن انا قررت النهارده اعمل مقارنه في حاجه مختلفه. الحاجه المختلفه هي ايه؟ هعمل مقارنه ما بينهم مين فيهم اسرع في الاكل. فجايب النهارده وجبات ريتا فريش فود اللي هم بيحبوها، وفعلا ده تقريبا اكتر اكل بيحبوه، تمام. وهعمل المسابقه ما بينهم على الاكل ده، وهنشوف مين فيهم الاسرع، وهنسيب لهم الوقت، هنشوف مين بطاطس ولا سكاي ولا ايكو ولا ميفيس اللي هيكسب في المسابقه. يلا سكاي، لا تعالي هنا، تعالي. كم؟ ست. ستي. نو نو نو. تمام، شغل الستوب ووتش. يلا ايت ايت، يلا يلا ايت. كم؟ يلا يلا هبدا، يلا ستارت. أربعين ثانية كده. دقيقتين ونص. جود جيرل جود جيرل سوكا. تمام، على فكرة كوني حاطط رجلي جنبها كده وجنب الأكل وهي سوفت فود وهي ما بتلومش وكده، ده معناه إن هي ما عندهاش فود أجريشن، ما عندهاش عنف أثناء الطعام، ودي حاجة بتبقى صغيرة ساعات عند الروت وهو صغير وبتتحل لما بيكبر، بتتحل وهو صغير يعني. جود 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 جود. 3 دقايق وثانيتين. جود 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 جود. جود جود. يلا كم سكاي؟ ليفت ليفت. سوكي ليفت ليفت. كم كم كم؟ تيك جود. ماشي، دلوقتي هنبدأ مع ايكو. ادي له الاكل. تعال كل يوم. يلا تعال يا مواد، تعال كل. طب يلا كل. جود بول جود بول. يلا ستارت. ثلاثين ثانية كده ما شاء الله. على ايه بياكل؟ ايه بيلعط؟ مش بياكل. 40 ثانية. كل كل. دقيقة وخمس ثواني. الله عليك يا ايكو، الله عليك الله عليك. رفع راسك، الله عليك. دقيقة ونص. ايكو
خلص يا جماعه، ايكو خلص. بوت ما تخافش، انا خلاص ما تخافش. ايكو خلص دقيقة ونص. ندخل على ميفز بقى. ثانية ميفيس ما بتهزرش، ملهاش فيه. ثانية 30 35 55 سنة، ما شاء الله عليك. كده فاضل بطاطس بقى. شوف بطاطس هترفع راسنا ولا الرد ولا البيتبول هو اللي اتسع. تمام انا بدأت اهو. يلا بطاطس عايزين نغلب ميفيس وايكو. يلا بينا. يلا شد حيلك شد حيلك شد حيلك. 12 ثانية 13 ثانية 14 ثانية 16 17 ميفز كانت 55 يا ترى بطاطس هتعمل ايه؟ جود جير مش هاخد منك حاجة ما تخافيش شاطرة تمام انا بسمت لها الطبق بس عشان هي من السرعة ممكن تحركه واحنا عايزينه يبقى ثابت علشان الكاميرات وكده 37 38 40 الله أكبر 48 لسه 55 ميفيس اللي كسبت لسه شغالة دقيقة وسبع ثواني دقيقة وثمانية دقيقة وعشرة دقيقة وأربعتاشر بس كده دي 19 ثانيه انتهت المسابقه اسرع ما انا كنت متخيل بصراحه يعني ميفيس اسهلتني ايكو اسهلني سكاي بصراحه تنكتها بصراحه او تاخيرها في الاكل دي غريبه شويه بس يعني ايه 3 دقايق برضو يعني مش رقم كبير جدا نيجي بقى للاهم من كل اللي فات الحقيقي المسابقه وان انا اعرف مين بياكل اسرع من مين والكلام ده كل كلام ده لطيف جدا لكن حاجة بقى المهمة واللي تهم كل واحد مربي كلب انه يعرف كلبه بياكل في قد ايه مش شرط بالثانية بس بعرف كلبه بياكل في 5 دقايق في 10 دقايق علشان لما فترات كلبه تتغير او طريقة كلبه اكل كلبه تتغير او يلاقي كلبه بياكل بطريقة اسرع او بطريقة ابطأ ودي الاهم يعني يعرف ان في مشكلة هنا في امراض كتير قوي او مشاكل صحية كتير قوي بيبقى ليها علاقة بان الكلب فترة اكله تتأخر او انه يبطل ياكل في مدة اللي كان بياكلها قبل كده وفي حاجات زي البيريود عند الفيميل الساعات بتبقى رافضة الاكل كل الكلام ده لازم ناخد بالنا منه عشان الكلام اللي انا بقوله وبكرره كل مرة ان لو في اي حاجة او اي مشكلة لازم نبقى واخدين بالنا منها ولازم على طول نستعين بالدكتور ونشوف ايه مشكلته حاجة اخيرة عشان انا متأكد الناس اسألني الوجبة دي فيها ايه الوجبة دي فيها نشويات وخضار وبروتين الاكل الطبيعي بتاعنا لكن معمول في اكياس ينفع تسخنه في الميكرويف بسرعه او تسخنه وتطلعه وتسخنه في الفرن بسرعه تمام وتحطه للكلب اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى يكون استفدتم حاجه النهارده واتمنى يكون الرساله اللي انا كنت عايز اوصلها وصلت واشوفكم في مره تانية السلام عليكم.